الراقصة شاكيرا في توضيح لها عن حقيقة اعتزالها وارتدائها الحجاب بعد الزلزال. إليكم التفاصيل. أشعل خبر اعتزال الراقصة المغربية شاكيرا وارتدائها الحجاب عقب الزلزال الآخر الذي هز المغرب مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، الأمر الذي دفع الراقصة المراكشية للخروج عن صمتها وكشف حقيقة الأمر. واختارت شاكيرا خاصية ستوري على حسابها بالانستغرام من أجل نفي خبر اعتزالها وارتدائها الحجاب عقب ظهورها بغطاء للرأس خلال إحدى المقابلات المصورة، ودونت قائلة: راني ما درتش الحجاب ونتمنى نديرو، الله يكتب لي يا ربي. اللي سمع الحوار كامل غادي يفهم ويعرف أني ما قلتش راني اعتزلت، الزلزال كان سببي في بداية التغيير بزاف ديال الحاجات ومن بينهم صلاتي، إن شاء الله تكون بداية بزاف ديال الحوايج. أما بالنسبة للملابس اللي صورت بهم هما اللي كنصلي بهم، بالنسبة للضفار راهم ضفاري، ولكن إلا كاين شي حاجة كيمنع أنني نصلي بهم فيدوني نقطعهم، وشكرا للناس اللي كدعي معايا.